مرحبا يا جماعة، أنا فادي وهي يعني دقائق دردشة بسيطة بنحكي فيها عن موضوع ما له علاقة بالسياسة، ما له علاقة بالاقتصاد، ما له علاقة، له علاقة بس بالحياة اليومية، بالمجتمع، بالمسلسلات، بالحياة اللي هي خارج إطار المشاكل. أنا ماني من عشاق الدراما، ولي فترة طويلة جدا ما حضرت مسلسلات، وهذا نابع من يعني الشيء اللي عم يصير والشيء اللي عم تشوفه على الشاشة حقيقة. يعني مسلسلات ضعيفة بشكل عام، قصص مسروقة، إخراج ضعيف، ما عاد في شيء يشدك. يعني الله يرحمه، أيام زمان لما كانت المسلسلات عن جد مسلسلات حقيقية وجميلة. في مسلسل حاليا منتشر جدا اسمه البرنس، وهو مسلسل مصري لشاب هو البطل تبعه محمد رمضان أو محمود رمضان، صححوا لي ما بعرف. في عدة ملاحظات عليه طبعا. هو المسلسل كقصة بشد شوي، يعني في عنصر الجذب اللي مفقود عند معظم المسلسلات حاليا، بغض النظر عن انه في مطمطة وفي اخطاء شنيعة بهذا المسلسل. اهم 3 اخطاء انا شفتها، مرقت علي حلقتين ثلاثة شفتها هيك، اهم اخطاء صارت واهم اخطاء شفتها انه المشهد المسروق من فيلم العراب الجاد فاذر، لما واحد يلاقي حصان ميت بالتخت تبعه، نفس الشيء بمسلسل هذا البرنس، الفتحي بيلاقي جثة بالتخت تبعه، بعدين تمشي الأحداث عادية. طيب وين الجثة؟ شو صار بيها؟ وين راحت؟ nobody cares، ما حدا يعرف. الشغلة الثانية والكثير مهمة إنه المسلسل كان رذم بطيء جدا، بعدين فجأة طب قفز 5 سنين. طيب قفزت أنت 5 سنين والممثلين نفسهم ما تغير بأشكالهم شيء، ما تغير بأي بالدنيا، يعني قفزة غير مفهومة بالزمان وما تغير أي شيء ولا كذا. وهي كمان مشكلة إخراجية كبيرة، مرق لي اياها خيو، المشاهد ما راح ينتبه. انا 5 سنين، يعني 5 سنين، انا من 5 سنين ما كنت هيك مختلف تماما، يمكن كنت هيك. كمان من المصايب، وفي كمان جزئية ثالثة كانت مهمة وكمان هي كانت مصيبة، البنت اللي ضاعت ولقاها هذا الزلمة، بنته لبطل المسلسل وضاعت ولقوها. طبعا شلون سجلت بالمدرسة هي؟ I don't know. أخطاء 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 شنيعة، أخطاء قانونية، أخطاء إنسانية، أخطاء يعني في شغلات هيك انه الممثل خلاص يعني. بعدين في شغله هي ذكرتها كمان مهمه، الاخ الاصغر لبطل المسلسل اللي بتعايشه مع صديقته او صاحبته ما بعرف مين هي، واللي تموت فجاه بعدين ماتت عادي، يعني الشرطه ما سالوا وين هي الجثه، مين هي اللي ماتت، ما ودوها على المشفى، ما دفنوها. يعني ما راح احكي عن برود الممثل ولا 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 ولا، بس انه يعني عادي، يعني اي دونت، يعني مات حدا خلاص زدته انهي، بس شطبه من المسلسل وكبه خالص وانتهى الموضوع. يعني هاي من المصايب الحقيقية اللي موجودة بهذا المسلسل واللي تخليك انه تنطح راسك منه. يعني اوكي خلاص، انا كمشاهد طبعا مشاهد ذكي يعني جدا، يعني انا امرق لك اوكي خطأ 2 3 4 10 45 خطأ، بس بعدين اخطائك مستحيلة. يعني حدا نام فاق لقى جثة ما عادي، في جثة في التخت، بس هيك بعدين اختفت الجثة خالص، بعدين الو اخويا فلانة ماتت، بس ايه. طيب وين؟ ما حدا مات بس الشرطة، واحد مدمن مخدرات، يعني الشرطة ما تقول له يا عم انت فين، تعال الجثة هاي مني، وهاي بنت مين هاي اللي ماتت هاي، وين هلا؟ خلاص بعدين بسؤال ثاني راح احكي لكم يعني هذا مسلسل البرنس، مراكم.